المنتخب الألماني. منتخب ألمانيا ماتش السويد، يعني صراحة هذا اللقاء هيكون من أصعب لقاءات المنتخب الألماني. المنتخب السويدي من طبيعة المنتخبات اللي بتلعب كرة متوازنة، يعني المنتخب السويدي منذ طبعا وجود زلاتان إبراهيموفيتش كانت القصة كلها زلاتان، يعني كيف تصل الكرة إلى زلاتان. ما قبل زلاتان كان في بقى هنريك لارسن وكان في نجوم كبار للمنتخب السويدي اللي كان بيمتعنا، ولكن احنا معانا بقى على الهاتف الأستاذ محمود شوقي مدير تحرير الرياضة في مجلة الإذاعة والتلفزيون. مساء الخير يا فندم. النور، أهلا بك يا محمد. عايز أسأل حضرتك في البداية، ما هي الحالة الجماهير المصرية اللي موجودة في روسيا؟ ما هي حالة المنتخب المصري الاستعداد لماتش السعودية؟ المنتخب المصري يبحث عن أول فوز في تاريخه في كؤوس العالم. بالظبط زي ما انت قلت، احنا خدنا يعني مباريات قليله في كاس العالم، لكن لم ننجح في تحقيق الفوز ولا مره، لان في 34 مباراه وحيده امام البايرن وصلنا 4-2، ثم ثلاث مباريات في كاس عام 90 عدلنا في 2 وخسرنا واحده. المره دي لعبنا ماتشين للاسف الشديد خسرنا فيهم. امامنا فرصه مهمه ان احنا نحقق اول فوز لينا في تاريخ المونديال. على الاقل يضعنا يعني بين المنتخبات اللي حققت الفوز في تاريخها. نعم. بلا شك طبعا في احباط شديد بالنسبه للجماهير المصريه، بقول الجماهير التي زحفت لروسيا مسجله منتخبها، اكيد في طبعا احباط. للاسف الشديد في ناس الغت بعض الحجوزات وعدت للقاهره، صحيح عددها مش كبيره، لكن في البعض يعني تنازل عن فكره او حلمه انه يحضر المباراه الثالثه ويعادل القاهره، لكن منتخبنا بيؤدي تدريباته بشكل طيب، الامور تسير بشكل اكثر من رائع، مفيش مشاكل تقريبا. منذ قليل كان المنتخب في طيب. استاذ محمود، بس عايز اسال حضرتك سؤال، هل حاله الاحباط هذه موجوده داخل معسكر المنتخب، ولا الامور بتسير في مسار طبيعي بالنسبه للعيبه وان بقى في تركيز وعندنا هدف؟ خليني اكون صادق معاك لابعد مدى. انا كنت طبعا تحدثت مع بعض اللاعبين، نعم، واعضاء الجهاز الفني وما الى ذلك. لا بالتاكيد في حاله احباط خربت الفريق، يعني نعم، بلا شك، خاصه في اليوم التالي للمباراه الحاله لم تكن مرضيه على الاطلاق، حاله احباط حقيقيه. عاوز اقول لك ان اللعيبه كانت بتتكلم مع بعض في فكره ان كان قدامنا فرصه ذهبيه للصعود للدور الثاني. فعلا الحديث اللي كان موجود بين اللعيبه فعلا، يعني عندهم احساس بعض اللعيبه اتكلموا في فكره الندم، يعني ازاي ضيعنا الفرصه دي، وماتش اوروجواي ازاي بالذات هو اللي عمل اللي احنا فيه ده. اللعيبه كلها مجمعه على ذلك، مش ماتش روسيا بالمناسبه. نعم، ماتش روسيا احنا لعبنا فيه 3-1، ولكن مش ده اللي عمل الفجوه والدروب ده، اللي عمل الدروب ده الهزيمه الخاطفه امام اوروجواي. يعني هم كانوا حاسين ان الماتش في الاوروجواي قد يسير الى التعادل، والنقطه دي كانت تفرق معاه. بالظبط كده، يعني خسارتنا لثلاث نقاط امام اوروجواي عملت هزه عنيفه للفريق. وكمان بعد ماتش روسيا، يعني بعض اللعيبه مثلا بعد ماتش روسيا كانوا بيتكلموا على ماتش اوروجواي، يعني فكره انه الخساره من روسيا صاحب الارض عادي، لكن اوروجواي طبعا رغم ان هو منتخب كبير جدا، في اعتقادي انا ان هو منتخب قوي رغم ان هو ما قدمش العروض الكبيره، لكن هو منتخب يضم على نظره قويه، ولكن ان الهزيمه بتاعتنا تيجي في الوقت القاتل ده هو ده اللي عمل حزن بالغ داخل بعثه المنتخب. وبالتالي الهزيمه الثانيه امام روسيا زادت طبعا من الطينه بله زي ما بنقول، وصعبت من موقف منتخبنا واخرجته رئيسيا من البطوله، وصعبت موقفه قدام جمهوره. يعني يكفي ان احنا الجمهور المصري كان من اكثر الجماهير حضورا هنا في روسيا. عايز اقول لك معلومه برضو. اتفضل يا فندم. ان يعني اداره اتحاد الكوره او مسؤول البعثه في المنتخب علموا بالامس من مسؤول الفيفا ان مصر من اكثر المنتخبات اللي طلعت اي دي بتاع الجماهير، يعني الفان اي دي. نعم، 20,000 فان اي دي.
رقم ضخم يعني، فاهمني؟ ما هو برضه استاذ محمود انت بقالك 28 سنه نفسك تشوف اللحظه دي، فلما بتاتي اللحظه دي يعني كان كل حلم المصريين ان هم بس يشوفوا منتخبنا وهو بيقول النشيد الوطني في كاس العالم. صحيح صحيح، جماهيرنا كانت من اكثر الجماهير الموجوده، النهارده جمهور البرازيل كان موجود بكثافه في مباراته امام كوستاريكا، الجمهور المصري كان يعد من اوائل الانتخابات اللي كانت بسندها جماهير كبيره. نعم. ولكن نرجع تاني لمنتخبنا، لا طبعا الموضوع اثر، في الانتخابات الاخيره كان في حاله من الاحباط، اعتقد حتى الصور اللي وصلت لكم في القاهره اثبتت واظهرت مدى الاحباط اللي كان موجود ومدى تاثر احمد فتحي مثلا بالهزيمه وانه مثلا تسبب في هدف ذاتي في مرمانا. طبعا اثر. طيب. طبعا في جلسات كثيره متكرره بتحصل. انا كنت لسه اسال حضرتك، انا عايزك، هل في جلسات ما بين اللعيبه وما بين بعضهم للتحدث عن ما هو ات؟ ده حصل بالفعل. محمد صلاح، انا مش عارف بصراحه، انا مندهش جدا من كم الشائعات الموجوده. بالمناسبه انا انتقدت اتحاد الكره انتقاد عنيف خلال 72 ساعه اللي فاتوا. نعم. في الرسائل المختلفه للمؤسسه دي، ولكن وكذلك من جهاز المنتخب، وانتقدت كوبر لانه يستحق الانتقاد، هذا الرجل الذي افقدنا كل مهاراتنا وكل امكانياتنا وكل عشقنا للكره الجميله، كوبر ده افقدها لنا خالص. ولكن يعني اللي عاوز ينتقد ينتقد بوقائع حقيقيه. يعني محمد صلاح لم يسر اي ازمه في معسكر المنتخب بعد مباراه روسيا على الاطلاق. يعني ما فيش مشكله ما بينه وما بين الاستاذ ايهاب لهيطة مدير المنتخب، لم يحدث اي الرجل صامت طول الوقت. محمد صلاح صامت طول الوقت. حزن كبير جدا بيسيطر عليه طبعا، كان احلامه كبيره في المونديال، لكن ما عملش اي مشكله. لكن هو في امبارح، انا عرفت امبارح ان هو كان بيتكلم مع بعض اللعيبه انه فكره فوز لعيبه كبار الاقدم بيبقى ليهم دور كبير في هذه الجلسات يعني. حقيقة فعلا. لكن محمد صلاح صديقي العزيز، محمد صلاح الان يعني مش محتاج ان هو يشيل شرط الكابتن او يكون الاقدم عشان يكون بالدور اللي انت بتتكلم فيه. محمد صلاح بصراحه عامل حاله كبيره جدا في روسيا، حاله كبيره في بعثه المنتخب. يكفي ان روسيا كلها بضيوفها نفسهم يلتقطوا الصوره مع محمد صلاح. يكفي ان انت تمشي في شوارع روسيا الناس تعرف ان انت مصري، اول كلمه بيقولوها مو صلاح. يعني احنا وصلنا لمرحله انه اصبح واجهه افضل من 100 سفير يا فندم. بالظبط والله. انا ما بقولش الكلام ده على فكره على سبيل المبالغه ابدا. لا انت حضرتك بتتكلم في وقائع، انت حضرتك هناك وشايف الامر. شفت حاجات فعلا تشعرك بالفخر، وفعلا جسمك يهتز من اللي انت بتشوفه هنا بسبب هذا الرجل محمد صلاح. ولذلك هو بيقوم بدور الكابتن دون ان يحمل شرط الكابتن. بيتكلم على اللعيبه بشكل كبير جدا رغم ان هو قليل الكلام بالمناسبه. ده حقيقي فعلا، محمد صلاح مش من النوعيه اللي بتتحدث كثيرا. الكلام هو كان زعلان جدا بعد الهزيمه امام روسيا. وعلى فكره حتى البعض داخل الفريق كان حابب يدعمه على الهدف اللي احرزه. وانت عارف طبعا اكيد دعموه ازاي يعني. اكيد طبعا، ما في غيره يعني. احنا بقى لنا 28 سنه مستنيين اللحظه دي يعني، يمكن كلنا صرخنا عشان اللحظه دي. كلنا صرخنا عشان اللحظه دي اصلا. معلوماتي طبعا واللي انا عرفته من داخل المعسكر انه صلاح لم يستجب سريعا للمداعبات دي. يعني الحزن كمان عليه قوي، مش فكره ان انا جبت جون بعد 28 سنه غياب او انا حطيت اسمي. طيب استاذ محمود في نقطه شديده الاهميه، انا عايز، لا اصل هو سؤال في نفس السياق، ان بحضرتك طبعا من قربك من محمد صلاح والتصريحات، انت دايما عارف ان محمد صلاح ذكي جدا في انه دايما بيبعد عن الضغط. ولكن الان محمد صلاح يبعد عن الضغط ولكن يحمل المسؤوليه، هل انا صحيح؟ صحيح 100%. صحيح 100%، وده بيشعرني بالحزن في الانتقادات العنيفه اللي تعرضنا لها محمد صلاح في اليومين الاخرين. نعم. ماذا يفعل الرجل اكثر من ذلك؟ طيب محمد صلاح سريعا يا استاذ محمود، سريعا يا استاذ محمود، هل في ملامح على تغيير التشكيل؟ حتى الان تشكيل منتخب مصر هو نفس التشكيل الذي خوض به مباراه روسيا.
وبالنسبه لحراسه المرمى انا لسه هكمل لحضرتك. التغيير الوحيد في انقسام على هذه النقطه تحديدا، في معلومات مؤكده ان في انقسام داخل الجهاز الفني حول الدفع لمحمد الشناوي او عصام الحق. طيب ممكن اسال حضرتك الانقسام ياتي الانقسام هل ياتي ما بين الجهاز الفني مستر كوبر والكابتن احمد ناجي، ولا هل ياتي من خارج هؤلاء هذا الانقسام؟ هو كوبر بيتحدث مع الجهاز الفني بالكامل. نعم. الموضوع ما بيحصروش في الكابتن احمد ناجي فقط او ما الى ذلك. بيتكلموا وبيدردشوا في حاجات كتير بشكل جماعي. نعم. محمد الشناوي فعلا كان تعرض للاجهاد، ما كانتش اصابته سياسيه خالص ان عصام الحضري يلعب او ما الى ذلك. ولكن فرصه عصام الحضري في التواجد موجوده حتى الان وبقوه. ولكي يكسر طبعا المعلومات برضه القادمه من ساعات قليله انه ربما عصام الحضري يشارك جزء من المباراه على حسب سيرها. والكابتن احمد نجاد النهارده صرح انه الحارس الذي يحمل الرقم القياسي لاكبر لاعبين مشاركته في المونديال اتصل ببعث المنتخب عن طريق بعض الاصدقاء، يعني بيحاول يتاكد اذا كان عصام الحضري هيلعب ويكسر رقمه ولا لا. فعلا عصام الحضري بيمثل ازمه قنبله موقوته داخل الفريق، لان فعلا الرجل بيحلم بتحقيق الرقم القياسي، عدم مشاركته هيؤثر بشكل كبير جدا على الفريق. طيب استاذ محمود، برضو عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك شاهدت التمرين، مين اكتر لاعب كنت حسيت ان هو متالق في التقسيمه مثلا، يعني حالته الفنيه عاليه قوي؟ لا بصفه عامه كمان من اول ما جينا هنا في روسيا التدريبات ما بنشاهدهاش بشكل كامل، ولكن خليني اقول لك انه يعني محمود تريزيجيه من افضل اللعيبه الموجوده داخل الفريق، بينال اشاده كبيره جدا من اعضاء الجهاز الفني بشكل متكرر، رغم برضو الجهد اللي بيبذله في الماتشات. استاذ محمود شوقي مدير تحرير الرياضه بمجله الاذاعه والتلفزيون، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. نقل لنا حاله مهمه جدا عن حاله منتخب مصر، نقل لنا الاخبار، الاجواء، الانطباعات، حالة منتخب مصر في التمرين، حالة الإحباط اللي